السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو هذا، قبل ما نبداو الفيديو غادي نقول لكم تابوناو الى مازال ما تابونيتيوش، سي غراتويت بيان سور. خليو لايك الى عجبكم الفيديو، خليو كومونتير الى بغيتو تسولوا على شي حاجه. الوغ شنو الفيديو ديال اليوم؟ اليوم غادي نشارك معكم فيديو ديال خمسه د الحاجات كنظن شنو ربحت من علي اكسبريس فابور. كنظن كلشي غادي يتسائل كيفاش فابور. وي فابور يوميا بالنسبه اللي كيتقداو من علي اكسبريس، راه عندكم واحد اللعيبه في لابليكاسيون يوميا كيعطيكم واحد لا ليست اللي كتختاروا منها حاجه اللي عجباتكم، وسيكون دي باريناج وفات بحال كتقمروا على واحد الحاجه عجباتكم غادي تكليكيو عليها، غادي ندوزوها، غادي تسناو كتبقى 4 ايام بحال تقول القرعه فوالا، كتبقى واحد 4 ايام بحال هكذاك، ومن بعد كتشوف واش ربحتيها ولا ما ربحتيهاش، وكتبقى يوميا يوميا يوميا. ما بين ربح، انا ما بين الحاجه الاولى اللي ربحتها والثانيه كانت دازت شهرين باش عاد قديت نربح الحاجه الثانيه، وعاود مره اخرى بقيت وقيله شي 5 شهور هكذاك باش ربحت الحاجه الثالثه. الوغ ما غاديش نطول عليكم، غادي ندير معكم نيشان، شوف شعره دخل ليا بعدا فمي، ندير معكم نيشان اشنو ربحت، شنو الراي ديالي في ديك الحاجه اللي ربحت. الوغ اول حاجه ربحتها شهر جوج كنظن، شهر ثلاثة بحال هكذاك صراحه ما عقلتش. المهم اول حاجه ربحتها هي بيجا شورت، بيجاما هكذا بالشورت ديالها قصيوه، بيجاما بالشورت ديال فيها التيم ديال نويل. انا نهار الاول باش طلعت لي بانني ربحتها انا كنت ما صدقش كيفاش زعما كاينس غادي نربحها فابور. المهم ديري لك واحد النسبه حيت راه ما يمكنش لك دوزي واحد لا كوموند فابور ب 0 سنتيم، ديري لكم 0.01 يعني راكم واخدينها بلا شيء. المهم بيجاما كتجي على هذا الشكل هذا بالشورت ديالها، هادي التوب ديالها بصراحة زوين شحال بس لبست فيها وصبنتها، وباقي التوب ديالها بصراحة زوين. أنا بيجاما اختها طويلة بالكمام وبالسروال، كنت شريتها شحال هادي خلصت عليها وقيلا نقولكم شي 7-8 أورو بحال هكداك، وبزربة مع قياس السروال بعدا بدا كاع تمازا كاع تقطع. هادي كيقوليكم لبست فيها التوب ديالها، وفات التوب ديالها قاصح، التوب ديالها ايباس قاص على الاخر. المهم الحاجه الاولى كانت هي هذه بيجاما بالشورت. الحاجه الثانيه اللي ربحت هذه كانت عجباتني، وكاع الناس اللي كيشوفوني هنايا لابسها تيقول لي هذه زوينه. الو الحاجه الثانيه هي هاد التيشورت هذه اوفر سايز، طي كبيره مي والله عاتو ارتحيت فيها لواحد الدرجه ما كتصورش، اللي كانت اول مره كنظن كنلبس حاجه اللي واسعه ليا وارتحيت فيه واحد الدرجه ما كتصورش. التيشورت كتجي على هذا الشكل هذا بهاد النونوسات، هذه ارتحيت فيها حتى هي التوب ديالها زوين شحال صبنت فيه، ارتحيت فيها فريمون. هذه كانت ثاني حاجه هي هاد التيشورت. الوغ ثالث حاجه كنت ربحت هي هذا هاد ليبيلاتور ان فيت بوغ لي فام، مي هو كيجي على هذا الشكل صراحه زوين، الشكل ديالو زوين وساهل في الشده في اليد. اول مره باش كان جاني كنت جربته كان خدام، غير هو كنت غير جربته ان فيت ما خدمتش به، مي كان خدام. المره الثانيه اللي بغيت نخدم به باقي يلاه بركس هكذا على البطون يلاه خدم ويسكت، قلت راه واقيلا راه عندي شارجي حيت ملي كان وصلني كنت ما شارجيتوش، درت ويت شارجا كنخلي واحد شويه كنجي نشوف كنلقى ما خدامش، يعني كنظن مع هذيك انا اللي وركت عليه صوطة ولا شنو داكشي. المهم هذا حتى هو كنت ربحته، غير هو مالوغوزمون بزربه خسر ما خدامش، ما خدمتش به كاع انا، غير المهم جربته في الاول كان خدام، ملي احتاجيته غادي نخدم به ما خدمش. المهم كتبقى كفكره ان كاين بزاف ديال الحاجات اللي غادي تخدو تربحوهم. الوغ انا كيف قلت لكم ربحت هذا بصراحه الشكل ديالو زوين، مي خساره ما كملش. الحاجه الثالثه سينو الرابعه طالب الرابعه ربحت هاد الليجين ديال السبور،
هو مريح، غير هو خاصكم تلبسوا. المهم بالنسبه لي انا ما نقدرش نلبسه بحال هكذاك، تلبسوا معاه شي حاجه طويله حقيتاش في اللوب، كيجي هكذايا مجموع كيعزل لي فاس وفات، ما انا ما عجبنيش بحال هكذاك. عنده هاد الباندا هادي ديالو عريضه، عطو بصراحه في اللبسه ديالو زوين ومريح، حتى من اللون ديالو زوين. كاينه غير بالنسبه لي انا هادي اللي مع هاد القضيه هادي هكذا اللي ما عجبتنيش، مي كنلبس معاها بحال دابا مثلا هاد التيشيرت هادي طويله كتغطي لي فاس، كنخرج ترونكيل اليز. المهم كيجي على هاد الشكل هنايا في الجنب، في هاد لي ديتاي بحال هكا بحال دي غير. هو في اللبسه ديالو مريحه، غير هو ما صراحه في هذا كانوا كاتبين اونصومبل، يعني كان معاه الفوقاني ديالو، مي انا ملي سيفتو لي غير عطاوني غير هذا بوحديتو. الحاجه الخامسه والاخيره اللي يلا وصلتني هذه السيمانه هي هذا هاد شنقول لكم، هذا تقدروا تستعملوه لشحال من حاجه، هاد بورت سيرفييت، بورت سوبالا، اي حاجه. المهم عنده هذه ديالته كتركب هكا، ركبها اوب فوالا، هذه كتلصقوها فين ما بغيتوا. المهم انا الا تفكرت نخلي لكم تصاور هنايا، تقدروا تلصقوها في الحيط، تقدروا تلصقوها في الثلاجه، تلصقوها هكذا في البلاكار وديروا فيها سوبالا، تقدروا ديروها في الحمام ديروا فيها لي سيرفييت، تقدروا ديروا فيها لي بابي تواليت، تقدروا ديروا فيها شحال من حاجه، تقدروا تخدموها شحال من حاجه. المهم كانت هي هذه خامس حاجه واخر حاجه، يعني شي حاجه اللي ايتيل، شي حاجه اللي غتستعمل، حاجه اللي مزيانه. هذه اللي برقه ما جربتهاش واش فيها اللصقه ولا اوي فوالا، ما عرفتش كيفاش غتبان لكم ولا لا. المهم كيتحيدوا ليها هاد الفوقانيه هادي، واحد الغشه فوالا، كتحيدوا ليها هاد الغشه هذا وكتلصقوه. كانوا هادو هما ما نقولش مشتريات، كانوا هادو هما الرمحات ديالي اللي ربحت، ومازال خدامه مازال كنجرب حظي عاود وعاود وعاود، علاش لا. كيف قلت ماشي شي حاجه اللي غتبقاي تربحيها دائما ولا كل شهر، المهم هادي كتبقى بحال القرعه، انت وزهرك تقدري تربحي هاد الشهر. صافي كيف قلت انا ما بين هذا كنظن وهادي كنظن دوزت 5 شهور باش عاد قديت نربح شي حاجه اخرى. المهم غير ما تفقدوش الامل، يوميا جربوها علاش لا، نتوما شنو خاسرين، جاتك ما جاتكش هي هذيك اصلا ما تخسريش فيها فلوس، ما تخسري فيها وقت، ما ديري فيها حتى شي حاجه. الوغ كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى الربح ديالي هادشي اللي ربحت يكون عجبكم. الا عندكم شي تساؤل خليو ليا، غادي نقول لكم تهلاو في راسكم اي على بروشين.